مع اقتراب موعد الاستحقاق الخامس للانتخابات النيابية والبلدية التي تعيشها مملكة البحرين، تقع مسؤولية وطنية كبيرة على عاتق الناخب البحريني في اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان، وذلك لما يتمتع به المجلس من سلطة تشريعية ورقابية تضمن للمملكة رفد وتطوير المنظومة التشريعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي اجتازت بها البحرين خطوات استراتيجية لتنفيذ التزاماتها في المعاهدات والمواثيق الدولية. روح المبادئ الأساسية للحياة الديمقراطية البحرينية تدور حول محور الإنسان البحريني والارتقاء به وبالمنظومة الحقوقية التي ترتكز عليها حياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فبات المواطن البحريني عنصر النجاح الأبرز لنجاح هذه التجربة وتطورها نتيجة التراكم المستمر للخبرات القانونية والحقوقية والسياسية التي أسست لوعي سياسي ومجتمعي واسع. ومنذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وبدء المشاركة الديمقراطية الحرة من خلال الانتخاب المباشر لأعضاء المجلس النيابي، والبحرين تشهد وثبات نوعية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والتي عززتها قاعدة متينة من التشريعات القانونية الهامة في تنفيذ منظومة المعاهدات الدولية التي ترتبط بها البحرين. فقد عمل أعضاء مجلسي النواب والشورى على سن التشريعات والقوانين الهامة التي تنظم المعيشة الكريمة للمواطن وفق أعراف مجتمعنا وعاداته والمنظومة القانونية المرتكزة على الشريعة الإسلامية ودستور المملكة، لتتماشى بذلك مع المعايير العالمية ومضامين المعاهدات الحقوقية التي تلتزم بها البحرين، مما ضمن مزيجا حضاريا فريدا للارتقاء بحياة المواطن على مستوى المنطقة. وبذلك يعد الفصل التشريعي الخامس من تجربة البحرين البرلمانية مرحلة جديدة في سلم الرقي والنماء لمملكة البحرين على مختلف الأصعدة، وذلك لما يطلع به المجلس التشريعي من دور مهم في دعم وتطوير المنظومة التشريعية للمملكة وفق الرؤى الطموحة للبلاد والعزيمة العالية للمواطن الكريم في وضع بصمته على خارطة إنجازات البحرين.